وكان السفير البريطاني بيتر ميلت قد استهل جولته بلقاء محافظ إربد، ثم قام بزيارة للواء المزار الشمالي. حضر خلالها اللقاء النهائي للمرحلة الثانية من دور المناظرات الذي ينفذه مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من السفارة البريطانية، والرامي إلى تفعيل لغة الحوار والمناظرة البناءة لوصول كل طرف إلى حقوقه على أسس ديمقراطية. افتكر انه الدبلوماسيين لازم نخرج من امان ونشوف الاردن الحقيقي، عشان هيك دائما اريد عندي اتصال مع الناس، خصوصا الان لان نعترف انه في ضغط كثير وإبا كبير على المجتمع الأردني بسبب التدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، ونحن كدولة مانحة بدنا نركز على الخدمات المدنية ونشوف كيف ممكن ندعم الأردن مع هذا الإبا.